هذه القصة التي ألفت وسميت بقصة سور القرآن، هذه القصة لا تليق بكتاب الله عز وجل بقطع النظر عن نية صاحبها وبقطع النظر عن غرضه، سواء كان غرضه من أجل أن يعرف الناس وأن يضبط الناس ترتيب سور القرآن أم لم يكن. فالله عز وجل قال عن القرآن: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني في اللوح المحفوظ هو في علو وهو ذو علو. وقال عز وجل: إنه لقرآن كريم. فلا يليق بمسلم أن يجعل هذا القرآن بهذه المنزلة، إضافة إلى أن ما ذكر فيها، وسأذكر بعضها لأنه ابتدأ ترتيبها من سورة الفاتحة إلى آخر سورة وهي سورة الناس، إضافة إلى أن ما ذكر فيها فيها بدع سأذكر بعضا منها ويكتفى بها عما فيها وفي ما يأتي بعدها من مخالفات واضحة. قال مؤلف هذه القصة: قال قرأ الفاتحة قبل ذبح البقرة. أولا، قبل الذبح قراءة الفاتحة من البدع، وليس هذا من شرع الله عز وجل. قال بعدها: وليقتدي بآل عمران تزوج خير النساء. قال: وبينما هو مع أهله في المائدة ضحى ببعض الأنعام مراعيا بعض الأعراف. أي أعراف؟ أعراف الناس، هذا ليس هو المعنى لسورة الأعراف، وإنما هم قوم يحبسون على سور بين الجنة وبين النار، استوت حسناتهم وسيئاتهم على القول الصحيح من أقوال العلماء، ويكون مصير هؤلاء إلى الجنة. قال: وأوكل أمر الأنفال إلى الله ورسوله معلنا التوبة إلى الله أسوة بيونس وهود ويوسف عليهم السلام. ما هو ذنب هود وما هو ذنب يوسف؟ الصاق تهم بأنبياء الله عليهم السلام. قال: ومع صوت الرعد قرأ قصة إبراهيم. لم يشرع لنا الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ مع صوت الرعد أن نقرأ سورة إبراهيم. قال: وحجر ابنه إسماعيل عليهما السلام. يقول وحجر ابنه إسماعيل، بعض الناس يظن أن ما في الكعبة مما يسمى بحجر هو حجر إسماعيل، لا علاقة لإسماعيل بهذا الحجر، وإنما فصلته قريش لما قصرت بهم النفقة الحلال لما أرادوا أن يجددوا بناء الكعبة، ولا علاقة لإسماعيل بهذا الحجر. بعض الناس يسمي الحجر الذي في الكعبة حجر إسماعيل، غلط، لا علاقة لإسماعيل به أبدا. قال: وكانت له خلية نحل اشتراها في ذكرى الإسراء والمعراج. هل أمرنا بأن نفعل شيئا لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج؟ هذا من البدع. قال: ووضعها في كهف له، ثم أمر ابنته مريم وابنه طه أن يقوما عليها ليقتدي بالأنبياء. طه ماذا؟ طه الصحيح أنه من الحروف المقطعة، شأنه كشأن ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد على الصحيح من أقوال المفسرين، إلى آخر ما ذكر من سور مرتبة وجعلها جملا وجعل لها أحكاما. وكل هذا ولو أراد صاحبه الخير فإن هذا من البدع ولا يليق بكلام الله عز وجل وطرق تسهيل تعلم القرآن، وإلا الحمد ميسر، لا نحتاج إلى مثل هذه التعقيدات ولا مثل هذه البدع. قال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإنه وإن كان الإنسان حسن النية لكنه قد يكون سيء الفعل، وقد يجمع بينهما، قد يكون سيء الفعل ويكون أيضا سيء النية، يريد أن يلعب بكتاب الله أو أن يدخل المخالفات والبدع على المسلمين، فليتنبه لمثل هذا الأمر. وكما قلنا أكثر من مرة، لا بد لأهل السنة أن يحرصوا على تعلم التوحيد، لأن أهل البدع وأهل الأهواء يبثون سمومهم ليل نهار، بصورة أن ما يبثونه من هذه السموم وهذه البدع وهذه المخالفات بصورة أنه من الدين وأنه من الحق، وهذا قد ينطلي على بعض من الناس. لكن من شاء الأمن والهداية والسعادة والخير في الدنيا وفي الآخرة فعليه أن يتمسك بالتوحيد، ولا تمسك بالتوحيد إلا بعد أن يعرفه الإنسان مستعينا بالله عز وجل وبعد توفيق الله عز وجل.